صباح الخير وصباح صحة والسلامة إن شاء الله لك نتمنوها لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة لكل المستمعين الكرام. أعتذر على حالة صوتي وربما اليوم الموضوع هو في الموضوع الدكتور عبد الخالق الرمضاني. الكثير من الناس كيمروا بحالات ديال البرد وديال الزكام ربما مع التغيرات الجوية اللي كنعرفوها هاد الأيام، فأعتذر على حالة صوتي لكل المستمعين الكرام. مرحبا بك معنا وصباح الخير دكتور عبد الخالق الرمضاني، أهلا وسهلا بك. سهلا بك، تحية لك وتحية للطاقم المجموع وتحية لجميع المستمعات والمستمعين. اليوم اختارينا باش غادي نتكلموا على الزيوت الأساسية اللي كيتم استعمالها في هذا الوقت ولا في هذا الفصل هذا، فهي تتم للموضوع اللي كان سابقا، ولكن اليوم غادي نضيفوا كذلك الحديث على الأعشاب. إذا الأعشاب والزيوت الأساسية اللي كيتم استعمالها في الحالات ديال البرد ديال الزكام، ربما كذلك الناس اللي كتبان عندهم بشكل أكثر وأكبر الأعراض ديال الحساسية بجميع الأنواع ديالها، فهذا هو الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله من خلال برنامجكم صحة وسلامة الدكتور عبد الخالق الرمضاني. مرحبا بأسئلتكم على الأرقام اللي هي مفتوحة دائما 0522-46-72-50-51 أو 52. كاين رقم أيضا للتواصل معنا من خلال رسائل SMS اللي هو 5080. ما تنسوش أول الرسالة اللي غادي نتبعتوا بها كتبوا فقط كلمة صحة SHA، خليوا فراغ صغير وبعتوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. من الحلقة الماضية دكتور عبد الخالق الرمضاني إذا سمحتي كانوا بقوا مجموعة ديال التساؤلات، وعدت أنا المستمعات والمستمعين اللي كانوا طرحوا هذه الأسئلة أنه غادي نجاوبوا عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. غادي نبداو بأول سؤال من عند إيمان. إيمان في العمر ديالها 25 سنة، قالت عندها مشكل ديال الحساسيه اللي تحول للربو، فهي في الاول كانت عندها غير اعراض ديال الحساسيه، مؤخرا عرفت على انه داك الحساسيه قال لها الطبيب انها تطورت وصبحت ربو او ضيقه. لحد الان يعني قالت انها تعرضت لزوج ديال النوبات، يعني كان الاختناق، كانوا الاسعافات، يعني دخل الطبيب باش تحسنات الحاله ديالها. فدابا هي كتسولك في الحاله ديال الضيقه واش مسموح انها تستعمل الزيوت الاساسيه ولا لا، كتكتفي غير بداك الرشاش او البخاخ اللي هو معروف. ألو هنا ما ذكرتي في المقدمة ديالك وأنه هاد في هاد الفصل في هاد الفترة هادي كتكون واحد تقلبات ديال الجو، يكون واحد خاصة دابا كما كنعرفوا يعني احنا مقبلين على واحد الموجة ديال البرد اللي بطبيعة الحال كتستلزم منا واحد العدد كبير من لا لينا لا الوليدات ديالنا بالأخص، لأن الإنسان البالغ كيف ما كان يعني كيكون عنده يقدر على انه يفكر انه يلبس شي حاجه اللي موالمه الوقت الا تسخن الحال كينقص واحد شويه، اما الاطفال ديالنا فبطبيعه الحال كيخصهم واحد المراقبه عن قرب خاص في هاد الحويجات هادو. بطبيعه الحال كذلك الشق الثاني اللي كيبقى حتى هو مهم هو التغذيه اللي خاصها تكون مناسبه في هاد الموسم في هاد الحاله هادي. وكما ذكرنا والحمد لله يعني الطبيعه الام ديالنا الطبيعه كما كنسميوها دائما فهي كتجود علينا بواحد العدد كبير من المنتوجات اللي مناسبه لهاد الفتره هذه. وبطبيعه الحال حنا بالاضافه الى ديك التغذيه كنضيفوا لها بعض المنسمات، بعض الاعشاب الطبيه، بعض الحويجات اللي هما كذلك يزيدوا كيكثروا من هذيك داك التاثير الصحي ديال الوجبات ديالنا، منهم مثلا التوم، منهم واحد العدد كبير ديال الاعشاب الطبيه اللي حنا كيكون واحد الاقبال عليها، واللي عاده دينا هاد العاده، وهاد العاده اللي هي نتيجه ديال واحد العدد ديال مئات السنين ديال التجارب اللي بطبيعه الحال بينات على انه فعلا كاين واحد المنافع في هذا الاتجاه. من بين المشاكل الصحيه الكثيره اللي كتكون كما ذكرتي بعض المرات كيقدر يكون واحد شويه ديال الارواح ولا نسام بلغيم كيف ما كنعرفوه، بعد المرات كيقدر تكون حتى الصوت حتى هو كبير. ايوه كتكون ديك البحه. ديك البحه وهذه كامله ناتجه لواحد الحالات ديال الالتهاب. وكاين بعض الحالات يعني كاين واحد الحالات كثيره اللي منها مثلا بعض الناس اللي كيعانيوا اكثر في بين نوبات ديال الربو مثلا. اذا فاش كنهضروا على الحساسيه، فاش كنهضروا على الربو فاولا على بعض، فهي اللي نبغي نشير لها وانه الربو واحد العدد كبير ديال الحالات لازم فهي يا حاله من الحالات ديال الحساسيه. باش يعني فاش كنهضروا على الحساسيه راه واحد مثلا الضيقه فهي نوع منها. كاين اللي غينيت، كاين اللي كريز داسم اوتونتيك اللي حنا كنعرفوهم واللي اللي فيهم داك الضيق التنفس. بطبيعه الحال التعامل معهم كيكون على جوج شقين. الشق الاول اللي هو الحاله المستعجله، والحاله المستعجله
هي انه بطبيعه الحال انا كندخل في واحد العدد كبير ديال الادويه اللي كنستعملوها باش ما نبقاش داك الضيق التنفس باش نحيد ديك الحاله ديال التهاب باش نقص ديك رده الفعل ديال الداس ديالنا. والحاله الثانيه يعني الشق الثاني اللي ديال لا بريزون شارج ديال التعامل مع هاد هي اللي كتسمى تريتمون دو فون واللي الدور ديالو هو انه على الاقل كنحاولوا نحيدوا باش ما يعاودوش يجيونا نوبات اخرى او على الاقل نحاولوا نبعدوا منهم ونقصوا حتى من الحده ديالهم. الا وصلنا لهاد الاهداف هادو ولا شي هدف من هادو رحنا رابحين. بطبيعه الحال هنا ملي كنهضروا على الزيوت الاساسيه هنا كنقدروا نخدموهم في هاد البعد الثاني اللي هو وقائي اللي هو ملي كنستعملوا زيوت اساسيه. وبطبيعه الحال هنا التعامل مع الزيوت الاساسيه كمصاحبه بطبيعه الحال دائما كنبغي نركز على هاد النقطه هذه يعني العلاج الاساسي راه ما كنتخلوش عليه بطبيعه الحال هنا كمصاحبه علاش باش كنزيدوا نكثروا من يعني. وهنا بطبيعه الحال هذوك الادويه اللي حنا هذوك الزيوت الاساسيه مثلا اللي حنا استعملناها فتكون على واحد البعد كبير يعني خاص واحد الدرايه يعني خاص واحد ان كما كنسمو ان فغي اروماثيرابوت يعني اللي عنده واحد الامام واحد يعني ضابط شنو هي المكونات ديال هذيك الزيوت الاساسيه. من بين هذيك الزيوت الاساسيه اللي كنسمعوا مثلا ديزوكسيد كنسمعوا باللوكاليبتول لوكاليبتور كنسمعوا بالسينيول اللي هما واحد مكونات بيوشيميك اللي كنلقاوها في بعض الزيوت الاساسيه مثلا لوكاليبتوس اوكاليبتول هذا كنسمعوه اولا الغومارين السينيول. هادو من بين الزيوت الاساسيه اللي كتسمى اللي عندها واحد الفعاليه على الجهاز التنفسي كامل وبطبيعه الحال اللي كتخلي يعني كتعاوننا باش كتكون ديك باش حتى ديك القصبه الهوائيه ما كتعرضش لهذاك التضييق باش ما كتضيقش. نعم. هي من بين الحويجات ديال من بين العلامات ديال الربو. وكذلك يعني كتكون واحد حتى ديك الافرازات كتكون بواحد الشكل اللي ساهل التخلص منها. كذلك نقدروا نضيفوا بعض الزيوت الاساسيه اللي معروف عليها لانه فيها الاسيتون. ملي كنهضروا على الاسيتون بطبيعه الحال كنهضروا على مكونات اللي هي معروف عليها لانها ميكوليتيك يعني كتعاوننا باش كدوك الابرازات كتكون سهله. هنا بطبيعه الحال كاين واحد العدد كبير ديال الزيوت الاساسيه اللي نقدروا نشرفوا ليها في هذا الاتجاه هذا منهم حتى لوكاليبتوس اللي كذلك فيه كما في اوكاليبتول كذلك فيه كنلقاو فيه تبعض السيتونات اللي كنتبعنا في هذا الاتجاه هذا. كذلك من بين الزيوت الاساسيه كنقلبوا على شي وحدين اللي فيهم واحد الفعاليه اللي هذه خاصيه مثلا ديال بعض الزيوت بحال لوسيموم بازيليكوم اللي هو الحبق البازيليك الزيت الاساسي ديالو ولا حتى العشبه ديالو في هادو معروف عليه على الزيت الاساسي على انه كما كيسموه كورتيزون لايك معنى انه كيقاد لنا حتى ديك الافرازات ديال الكورتيزون اللي في الداس ديالنا. وحنا كنعرفوا لمدى الاهميه ديال هاد الهرمون هذا ماشي غير في الالتهابات ولكن عنده واحد الاهميه في واحد العدد كبير ديال التوازنات اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا. نعم مازال غادي نتكلموا على المزيد من الزيوت الاساسيه. شرتي مشكور دكتور عبد الخالق رمضاني. الزيت ديال لوكاليبتوس كذلك ديال ازير غنتكلموا على الزيت ديال عطرشه ديال الخزامه. بزاف ديال الناس كيفضلوا على انهم يستعملوهم في هذا الوقت هذا واش فعلا كاينه فعاليه فيهم ولا لا. غادي نشوف اول مكالمه معنا نتواصلوا مع زكيه على الخط من مدينه فاس. مرحبا بك زكيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اختي. مرحبا بك زكيه. لاباس عليك واخيرا خدمت معاك. اهلا وسهلا مرحبا. اختي عندي واحد اييه اختي عندي واحد اختي غير كتعطل كنعطس. اشنو المشكله زكيه؟ كنعطس. كتعطسي بزاف؟ بزاف. اييه كاين شي حاجه اللي حتى كتشميها عاد كتعطسي بحال الغبره مثلا ولا دائما؟ لا غير الماكله غير في وقت الماكله. في الوقت ديال الماكله؟ نعم واخا. شوف زكيه راه ما كنسمعوكش مزيان، إلا سمحتي زكيه إما تبدلي البلاصة واخا وحتى لاباغي ديال التليفون حاولي أنك ما تبقيش تحركيها بزاف باش الصوت يكون واضح. شكرا زكيه. دابا شوية أحسن. أييه عندي العطوزة ديالي. نعم كنخدم ديك لي زاباري ديال السيراجي. اش من اباغي؟
ديك لاباري ديال السيراجيم اللي كيديروا فيها الالات الرجلين. اييه وتعقل منها دابا ما بقاش كتقد تمشي بهم مواد وكانك راه مزيانه وما تستعملهاش حتى ولا كيضروها كيضرها حتى الجلد. هذه الاخت ديالك يا زكيه ماشي انت؟ لا 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 قلتها ديالي. اه ماتك واخا. آه. خدمت ديك الاله دابا ولات تعقل منها الرجلين ما كتقدر تمشي بهم نهائيا وكتشدها الصخبه. نعم. شحال في عمرها حماتك زكيه؟ كل 50 هكا 50 سنه. نعم. واخا شي سؤال لي ولا واضح دكتور عبد الخالق رمضان؟ واخا اختي اختي عاده. نعم زكيه. اذا ممكن نمرات انا اختي كنصوني عليها بغيت نشارك معها والو. واخا ما ترجعيش شوف زكيه ما تقطعيش رجعي للستوندار باش تاخذي الرقم الهاتفي وهكذا تسال المشاركه او لا شوف زكيه غير الرقم الهاتفي ديالك فانا نطلب من سامي عارف على انه يدونه وان شاء الله امانه انا نوصلوا لزميلتي سناء الكيني اللي بغيتي تشاركي معها ان شاء الله بالوصفات ديالك غير ما تقطعيش زكيه فخذي انت الرقم ديالها وخلي حتى الرقم ديالك. شكرا لك زكيه شكرا تواصلتي معنا من مدينه فاس. اذا المساله ديال انها كتعطس بزاف وقالت هي ربطتها بالوقت ديال الماكله الدكتور عبد الخالق الرمضاني كاين هذه المساله ربما انا كنت كنسمع بزاف على انه الناس لما كيفوتوا واحد القياس في الماكله كيشبعوا فسبحان الله كل واحد وكيفاش كيعبر فكاين يعني الانسان اللي كيعطس ربما كاين انسان اللي كيحس على انه راه ذاك الارتداد ديال الماري كيكون عنده فهاد المساله واش علميا اول حاجه كاينه ثابته او لا لا ربما كاين محفزات اخرى اللي كتخليها انها كتعطس. هي ملي كنهضروا على العطس راه ليتيرنيمون هو واحد هو الطريقه ديال تهيئه كما طرقنا لها المره اللي فاتت على ان الكحبه على ان الاسهال على ان بزاف الحوايج اللي هما السخانه هادو كاملين الحويجات اللي الذات ديالنا كتاخذهم لمقاومه ديال شي حاجه للمحاربه ديال واحد الدخيل ولا ديال شي سموم ولا شي حاجه بطبيعه الحال يعني ما نتخيلوش على ان هاد الحويجات هادو كاملين وقع لنا لانهم دائما حويجات اللي هما يا زبين بلاكس فهما شي حويجات اللي عندهم واحد الدور كبير في الحياه ديالنا وفي التوازن ديال الصحه نتاعنا. نعم. العطس يقدر عنده واحد العدد كبير من المسببات، مثلا كندخلوا شي بلاصه اللي كتكون مغبره بزاف ولا فيها بعض الحويجات كيبدا يقدر يبدا عندنا هذا العطس، ملي كتكون عندنا واحد الحاله ديال التهابات مثلا في الانف ديالنا كنقدروا نتعرضوا لهذ الالتهابات. ملي كتكون واحد مثلا بعض الناس اللي عندهم مشاكل ديال الحساسيه ولا شي حاجه منهم هذوك القرضيات ولا ديك لي زكاريان فبطبيعه الحال كيكون عندهم العطش كثير في واحد كذلك كاين بعض الناس اللي كتكون عندهم حتى عندها علاقه مع روائح بعض الحين ولا بعض الحويجات اللي كتكون كطاير في مثلا الريش ديال الدجاج ولا اي حاجه كبيره اللي كتخرج منه يعني الطيور مثلا الناس اللي مربين الطيور او يعني الحمام تمام يعني كاين واحد العدد كبير ديال ولا حتى بعض البخارات يعني كاين واحد العدد كبير ديال الحالات اللي الانسان كيتعرض فيها لهاد نقدروا نسموها هاد النوبات هادي هنا بطبيعه الحال يعني هنا خصنا واحد كنسموا انونكيت واحد بحال هل كنديروا واحد البحث اللي كيكون عنده واحد الحويجات يعني واحد كاين واحد التقنيه اللي كياخذوها المختصين باش كيشوفوا اشنا هي امتى كيكون هاد الحاله ديال او في اي وجبات في اي حاله بالضبط واش مثلا واش بعد الماكل ولا اثناء الاكل يعني ولا فينا هي لا بيس فين كنا واش كاينه شي بخارات اللي كتكون من باهته يعني او لا كاينه شي اطباق معينه هي اللي كتكون في هاد الحالات هذه. وكان هذا هو سؤالي العطريه ممكن ديرها التوابل بعض الانواع ديال العطريه؟ بطبيعه الحال حيت ملي كنهضروا على التوابل واحد العدد كاين حالات ديال الحساسيه من واحد العدد كبير من التوابل وكاشاره راه كاين بعض الحالات ديال الحساسيه اللي كتكون عندها علاقه مع بعض انواع ديال الاغذيه وكتكون ديزاليرجي اليمونتيغ ومن بين الحويجات اللي يقدروا يتسبوا لنا فيهم يقدروا يتسبوا لنا كريمون في حاله ديال الربو. يعني تقدر هذه حتى هي من بين الحويجات اللي ضروري ان احنا في اغلب الاحيان كنتناساو ان احنا نبحثوا عليها ولكن في لونكيت اليمونتيغ كنقلبوا حتى على هاد الحويجات يعني بعض النوابات اللي كتكون عندهم علاقه مع اطباق مع اكلات مع حويجات معينين. كما قلنا فهنايا كزيوت اساسيه بطبيعه الحال
ذكرتي من بين الحوايج الزوج الاساسيه اللي كيعجبوا المغاربه كيتمتعوا بهم وانا واحد منهم اللي هما البيلاغونوموزيوم اللي هو الجيرانيوم غوزي اللي هو العطرشه ولكن العطرشه ديال هذاك النوع اللي كتشم فيها ريحه الورد وهي اللي كثيره فعلا هي حتى الرائحه ديالها واحد الرائحه رائعه والبيلاغونوموزيوم ولا الجيرانيوم هي من بين المكونات فيها كاين فيها واحد الجيرانيوم هذا الجيرانيوم هو واحد واحد مونوتيربينول يعني واحد بحال واحد مضاد منظف لواحد العدد الكبير ديال الانسجه اللي منهم القصبه الهوائيه وخاصه العليا وهذه كانت خرجت واحد الدراسه كما ذكرناها في واحد ثلاثه ولا اربعه الحلقات اللي شرنا لها واحد دراسه المانيه واللي كانت مرتبه ان واللي جيرانيون بالنسبه للاخوان المختصين اللي بغيو يبحثوا على الجيرانيون فهو مستخلص اللي خرج من جبدناه من كنقدروا نجبدوا كذلك من واحد العدد كبير ديال الاعشاب الطبيه اخرى ولكن خاصه اللي غنيه به هي البيلاغرويوم غوزيوم واللي من بين المنافع ديالو كما ذكرت يعني في بعض الانواع ديال لي سينوزيت ولا ديال بعض الالتهابات ديال الجيوب الانفيه اذا هنايا كيبقى من بين الزوج الاساسيه اللي نقدر نستعملوهم وهنايا الخاصيه ديالو كذلك هو انه هذا البيلاغرويوم غوزيوم ولا الجيرانيوم من بين الزيوت الاساسيه النادره اللي كنقدروا نستعملوها حتى عند الرضع بطبيعه الحال كنحتارمو الكميه اللي غادي نستعملوها ولكن كنقدروا نستعملوها عند الرضع كنقدروا نستعملوها في بعض الاحيان حتى عند المراه الحامل دائما مع يعني المراقبه ديال المختص كذلك الخزامه وخاصه لافغي لوفوندولا اونغوستيفوليا مثلا هي من بين الزيوت الاساسيه اللي عندها منافع وقائيه كبيره في هذا الاتجاه واللي كتعاون الذات ديالنا باش كتقاوم هاد المشاكل هادي وخاصه هاد الاختلالات اللي كتكون في هاد الفصل هذا بطبيعه الحال يعني الغنى ديالها بلي كوماغينيك لي تيربينيك كاع الحويجات اللي هم فيها وخير دليل او لا اضافه الاخرى اللي كاينه هي اللي كنا هضرنا عليها هو انه الامكانيه ديال الاستعمال ديالها لمحاربه او لا باش ما يكونش عندنا في الشعر ديالنا باش ما يجيوش الشعر ديال الوليدات ديالنا خاصه مثلا الوقت وهذا الوقت ديال المدارس اللي كيعانيوا منه بزاف هو لي بو او لا هذاك القمل اللي كما كنعرفوه اللي هو شائع يعني هذا الزيت الاساسي خاصه هذا لافونتولا انكوستيفوليا او لا حتى واحد ديال الزيست ديال القشره ديال المندرين سيتروس ديليسيوزا زيست فهو كذلك معروف عليه لانه من بين الحويجات اللي يمكننا ان احنا نبعدوا من الاطفال ديالنا هذه المشاكل. بسرعه نجاوبوا على السؤال الثاني ديال زكيه من فاس بخصوص حماتها دكتور عبد الخالق رمضاني وذاك الجهاز اللي استعملت. بالنسبه لهذاك الجهاز يعني انا نفضل في واحد العدد كبير ديال الاحيان انه يكون واحد التعامل ديال مخ مع مختص يعني فاش كتكون واحد حتى ديك ملي كنهضروا على لي ماساج فهما خاصهم واحد يعني كاين موانع كاين الطرق اللي خاصها تكون اللي كتكون مناسبه لكل شخص ما كاينش شي حاجه اللي كتكون عامه لجميع الناس وما كايناش شي حاجه اللي هي بين قوسين نسميوها سحريه والا راه كانت يعني كانت واحد هذه الاجهزه يعني دخلناها في واحد العدد كبير ديال الاختصاصات هي نافعه خاصه في الحالات مثلا ملي كنقلبوا على استرخاء او لا مثلا في ديك لي كونتراكتور موسكولير فاحنا في هذه الحالات هذه كتكون فيها واحد المنافع ولكن فاش كتكون الحاله يعني اكثر من ذلك يعني كاين مشاكل في العظام مثلا او لا يعني العظام يعني كاين تاكل خاصه في لي زارتيكولاسيون ولا في المفاصل فانا بطبيعه الحال كيخص واحد يعني واحد مستوى اخر من التعامل اللي بطبيعه الحال كيستلزم التواجد ديال المختصين وحتى العلاج ديال هادو اللي كنهضر على مختصين يعني مختصين في المفاصل مختصين حتى في الا كانت حاله كتستدعي مثلا شويه ديال لاكيني فراه بطبيعه الحال كتستدعي مختصين هنا بالاضافه كنقدر كاضافه طبيعيه كاين الامكانيه وهنا واحد العدد كبير ديال المختصين في هذا الاتجاه اللي انا ذكرته لا من ناحيه المفاصل لا من ناحيه ديال لاكينيزيوثيرابي فولا واحد الاقبال كبير على خاصة على الزيوت الأساسية في هذا الاتجاه اللي معروف عليها لأنها كتعطي واحد المنافع كثيرة وحتى ما كيكونش هذاك الاستعمال المفرط ديال بعض الأنواع ديال
غادي نرجعوا دائما نواصلوا حلقه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه، ومازال نتواصلوا ان شاء الله مع ام ابتهال من اكادير، الحسنيه من مراكش، وعبد الرحمن من قلعه سراغنا. وارقام التواصل معنا مفتوحه دائما 0522 46 72 50 51 او 52. وراجعين. كاين شي بونج ولا غير الفرشي؟ اي واحد راسك من البونج معمر بالفرشي، راه راشي وعند رخصه تخلي نصو. هذه وصيه من مجموعه الراحه والنوم. صباح الخير جارتي عزيزة. صباح الخير لالا شامة. دخلي دخلي جيتي في وقتك، لقيتي لي نيت كنقلب على لوناسة. انت مازال كتقلبي على لوناسة؟ ديري إذاعة ميد راديو تونسي مع برنامج لالا مولاتي. لالا مولاتي هي برنامج المرأة والأسرة. وإمتى؟ كل صباح يوميا من 2 الخميس من 10 ل 12. اش منك يا لالا من نصائح جميلية ومنزلية وأسرية وشهيوات، ويوميا تعرف على حدث المغربيات من طنجة القويرة ومن كل جهات. إيوا علي برنامج لالا مولاتي. ودائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم صحه وسلامه. غادي نمشيو هذه المره في مكالمه اخرى، نتواصلوا مع ام ابتهال على الخط معنا من اكادير. اهلا وسهلا بك ام ابتهال. الو اختي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره اختي لاباس عليك؟ الحمد لله ام ابتهال. الله يشافيك اختي. يا رب امين. شكرا لك. يخليك اختي. ممكن نسول الدكتور؟ بطبيعه الحال ام ابتهال تفضلي. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك صحتك على النصائح ديالك وجميع مرحبا لك. شكرا بزاف. الله يخليك. بغيت نسولك، عندي واحد زيت 6 سنين هذه، زيت بلديه. أيه. قديمه بزاف. وبنتي فاش كتكح بزاف كندير ليها 8 معلقه كبيره وشويه الزعتر والثومه. أيه. وكنطبخها شويه وكنصفيها وكنعطيها لها تشربها. واش زعما عندها شي تاثير على الصحه ديالها ولا ماشي مشكل زعما مزيانه؟ نعم. شحال عمر البنيته ام ابتهال؟ عندها 4 سنين. عندها 4 سنين دابا. واخا نجاوبوا ان شاء الله على سؤال. شكرا اختي بارك الله فيك. واضح. شكرا لك ام ابتهال. العفو انك تواصلتي معنا طبعا من مدينه اكادير. اذا المساله ديال الزيت البلديه اللي كتكون مده ديال 6 سنين، وكنسمعوا بزاف دكتور عبد الخالق الرمضاني على الناس اللي كيقول لك انا عندي الزيت حيله، انا عندي العسل مثلا اللي هو حيل، يعني مرات عليه ربما ذاك الحول او المده ديال سنه. وكاين الناس اللي اكثر بحال الحاله ديال ام ابتهال، زيت للمده ديالو 6 سنين. فهي قالت انها كتستعمل لبنيتها اللي في عمرها 4 سنين المساله ديال الكحه مع الزعتر ومع الثومه، قالت على انها كتغليهم فوق البوطه من بعد كتصفيهم وكتعطي ذاك الخليط لبنيتها باش تشربه. واش يعني في السن ديال 4 سنين ما كاينش مشكل نهائيا؟ وربما هي تخوفت حتى على ديك الزيت البلدي للمده ديالها 6 سنين، واش عندها مده صلاحيه ولا لا؟ هنا المعدل زيت الزيتون اللي مصوبه بواحد الظروف بواحد الشروط اللي هي صحيه واللي كانت المحافظه عليها ولا النقل ديالها وحتى لومبوتياج ديالها فاش درناها بواحد الشروط اللي هي الصحيه ديال بصح. فهنايا بطبيعه الحال على انايا من الاحسن ان احنا نتناولوها في السنه ديالها. ملي كتفوت السنه الثانيه هنا بطبيعه الحال كنوليو في كيولي واحد التخوف، المكونات يعني كتبدل. خير دليل هو انه حتى المذاق يبدا يتبدل. وبطبيعه الحال من بين الحويجات اللي يعني الزيت المعروف على انها الغونسي، خاصه انه راه كيف ما الحال خاصه الا كانت الطريقه ديال التحضير ديالها تقليديه، راه كتبقى واحد النسبه ديال الماء، كتبقى فيها واحد النسبه ديال الشرط ديال الفطريات، واحد النسبه ديال الجرثومات اللي كتكون حاضره واللي ما حد كطول في الزمن، ما حد ذاك النسبه ديال الحموضه والنسبه ديال هاد الحويجات هادو كاملين كيطلعوا. وفي طبيعه الحال يعني كتولي واحد يعني على حسب التاريخ ديال الانتاج ديالها، من الاحسن ان احنا نتناولوها في السنه الاولى. في السنه الثانيه يعني نادرا ما كن قدروا نستعملوها، اما في السنه الثالثه انا بطبيعه الحال يعني شحال ما بعدنا منها شحال مزيان. وخير دليل هو انه الا استهلكنا منها واحد الكميه قليله فبطبيعه الحال نقدروا نتعرضوا لحالات ديال التسمم. وهنايا كان واحد الحالات كثيره اللي مثلا جات شي وحدين اللي بحال الطفله هذه اللي نتناولوا بعض الزيوت اللي هي عندها العمر ديالها 4 سنين 5 سنين او لا ربما في بعض الاحيان حتى اكثر. ذكرتي الليكيد المصطلح ديال الحيل. أيه. هنا بطبيعه الحال هنا في بعض العادات
لانه الزيت فاش كتفوت واحد المده وهنايا نصحي هنايا ممكن يقول لك دار عليها الحول يعني السنه. وهنايا اكثر كيبداو يستعملوها لاستعمالات خارجيه فعلا الزيت البلديه في العسل وحتى في السمن حتى في السمن البلدي طبيعه الحال. هنا 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 ما يخص العسل فالعسل ما كاين فيه حتى شي مشكل لانه شحال ما طال عليه الزمن فهو كيحافظ على نعم. على المكونات ديالو سبحان الله حتى المذاق ديالو. هنا كمثال فكيف ما ذكرنا المره اللي فاتت الفراعنه فاش المصريين فاش كانوا تلاقاو هذوك الموميات ديال الفراعنه فمحداهم كانوا قلات ديال العسل فعلا وهذوك القلات ديال العسل اللي العمر ديالهم تقريبا واحد الاف سنين 3000 سنه واكثر. فهنايا بكل بساطه هذوك اللي لقاوهم استهلكوا داك العسل وما كانت عنده حتى شي تاثيرات يعني ما عندوش شي مده زمنيه العسل الحقيقي شي مده زمنيه اللي كيقدر يخسر فيها. هنا بالنسبه كما ذكرنا بالنسبه للبنت ديالها وبالنسبه للانسان ادولت يعني بالغ يعني كامل القوه ديالو راه الزيت بهذا السن اللي عنده هذا مدة زمنية هذه يقدر يكون عنده تأثيرات اللي تقدر تكون سلبية على الصحة ديالو بالأخص من هنا ملي كنهضروا على الطفلة فهنا بطبيعة الحال يقدر يكون عندها شي تأثيرات سلبية تفادى أن هذا الاستعمال هو الاستعمال ديال الثوم كما ذكرنا عليها لليوم ساتيفوم وحتى البصل لليوم ساتيفوم فهما جوج الحويجات اللي من الأحسن أنهم يوليوا الأصدقاء ديالنا في هذا الوقت هذا بحكم العدد الكبير ديال المكونات ديالهم والمنافع ديالهم فهما محفزين للمناعة فهما يعني منظفين لواحد العدد الكبير ديال الأجهزة منهم الأجهزة الهوائية ديال القصب الهوائية ديال الأمعاء ديالنا يعني واحد العدد كبير ديال المنافع اللي كتكون في هاد المكونات هذا مزيان أن احنا نضيفوهم بواحد وفرة في الأطباق ديالنا. وكاينة طرق واحد الطرق كثيرة اللي بالنسبة للناس اللي كيتخوفوا من المذاق ولا من الرائحة فهي كاينة طرق كثيرة للسيدات والسادة اللي هما عارفينهم يعني كاين واحد الحمد لله واحد بحكم على أن ولا واحد الإقبال على هاد المكونات هذه فطبيعة الحال أنا أحسن من بين أحسن الأصدقاء للوقاية من المشاكل في هذا الوقت هذا. كذلك كاين واحد العدد كبير ديال الأعشاب اللي حنا اللي معروفة محطوطة عندنا في المتناول ديالنا في البيوت ديالنا منهم مثلا حتى القزبور معدنوس منهم التوابل اللي في أغلبيتها يعني كتناسب بزاف في هذا التوقيت هذا وكبل ما نساو الأحمية ديال الأطباق. كزيوت أساسية كيف ما ذكرنا حنا ذكرنا واحد ثلاثة ولا أربعة زيوت الأساسية اللي ذكرنا منهم بالنسبة لهذه الطفلة هذه يعني بقاو فيما هو خزامة بقاو فيما هو العطرشة. كذلك نقدروا نضيفوا في حالات بعض الحالات ديال التهاب ولا حتى في بعض الحالات كريمون ديال التعفنات كنقدروا نضيفوا زيوت أساسية اللي فيهم من المكونات اللي فيهم كالقلب واش فيهم ليفينول وليفينول هما مضاد يعني منظفين سون دي زونتيسيبتيك ناتورال يعني طبيعيين يعني على واحد المستوى كبير من الفعاليه لدرجه انه بعض المختصين يعني وهنا كنشكروا بعض الناس اللي كيعاونونا في هذا الاتجاه هذا باش نقوموا بهذه التجارب اللي باش كنديروا كاريمون واحد اللي كنسموه لاغوماتوغرام اللي هو المقابل ديال لونتيبيوغرام باش نشوفوا اشنا هي الامكانيه وشنا هي الامكانيه باش هاد الزيوت الاساسيه تكون عندها فعاليه كذلك حتى في لمحاربه بعض التعفنات يعني هاد التجارب هنا يعني على واحد المستوى متقدم الحمد لله حتى في المغرب دابا مع واحد العدد ديال الاصدقاء اللي كنشكرهم كنحاول نستغل الفرصه باش نشكرهم. اذا هنايا هاد الفينولات كما ذكرت لهم سون دي زونتي لي فينول سون دي زونتي سيبتيك واللي كاين فيهم واحد العدد كبير ديال لي فينول اللي مثلا فاش كنلقاهم في الزعتر في الزعيدره كنلقاهم في الصحتر اللي هو ساتوري جامونتانا اللي هو ساغي دي مونتان كنسمعوا بشجره الشاي اللي هي رائعه كذلك في هذا الاتجاه هذا. بالنسبه للاطفال في السن ديال 6 سنوات فهنا بطبيعه الحال بحكم على ان احنا طرقنا واحد العدد كبير من الحلقات على الزيوت الاساسيه فبالنسبه للاطفال ديالنا الا كنا غنستعملوا مثلا الزعتر مثلا التيموس فمن الاحسن نقلبوا على التيموس على الزعتر اللي فيه واحد الماده اللي كاملين نحاولوا نحقلوا عليها اتوجانول. علاش اتوجانول؟ اللي هو حيت هذا يناسب بقدر كاين الامكانيه ديال الاستعمال ديالو عند الاطفال ولا حتى عند الناس اللي
اللي ممنوع عندهم انهم يستعملوا الزيوت الاساسيه الاخرى. نعم، وراه كنا تكلمنا على انه هذه المكونات كنلقاوها مكتوبه، يعني هذا الشرط اساسي في الزيت الاساسي اللي كنعرفوه، لانه فعلا راه مصوب على حق وطريقه كيف ما كنقولوا، لانه هذه المكونات راه كتكون مكتوبه فيه باش كنعرفوا، حتى كيف ما قال الدكتور عبد الخالق رمضاني، المكونات اللي فيه واش هي كتصلح الانسان البالغ او لا الوليدات. غادي نجاوبوا على سؤالك مولود من العيون، غير خليك متابعنا ان شاء الله. غادي نمشيو هذه المره في مكالمه اخرى، نتواصل مع عبد الرحمن على الخط معنا من قلعه السراغنه. اهلا وسهلا بك عبد الرحمن. السلام عليكم. اهلا وسهلا وعليكم السلام. ومبروك عليكم المرتبه الاولى. شكرا لك عبد الرحمن، مرحبا بك معنا. وكان نسلم على المدراب عزيزه عليا دائما كنتلقاو. شكرا والله، انتم اعز بالمحبه ديالكم وبالوفاء ديالكم لينا، مرحبا عبد الرحمن. على جليل، وكنسلم على جليل والسي محمد العطاري وهذوك اللي كنكونوا في الصحن ثلاثه. المهم تحيه للطاقم ديال قهوه الصباح، شكرا لك عبد الرحمن، مرحبا بك معنا. الله يطول، وكنسلم على جليل بزاف كاع. مرحبا بسلامك، وصل ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل عبد الرحمن. غادي نسول سميتو الدكتور على ذاك المرض انا اللي فيه، راه مرض خطير ديال الحساسيه. الله يجازيك بخير. واخا اش من نوع ديال الحساسيه عندك عبد الرحمن؟ انا دابا النوع ديال الحساسيه ما يمكن ليش ناكل الحار، ما يمكن ليش ناكل الحامض، ما يمكن ليش ناكل الكمون، مثلا القهوه كحله الحاجه. المهم بزاف ديال الحوايج ممنوعين عليا، حتى في الخضرات التفاح ما ناكلوش، الا كليتو كنبقى كنحك في اللحم ديالي. بزاف ديال الحوايج، البرقوق كل شيء يعني محروم منه، ومطيشه ما نقدرش ناكلها، كنبغي ندير الشجره ديال المطيشه مثلا كنبغي ناكلها، كل شيء محروم منه. الا كليتو كيصعب عليا الحال، ما تقدرش تشوف فيا، كنبقى نحك اللحم ديالي بالموس. نعم كتشعل فيا العافيه. ايه حساسيه. شحال في عمرك عبد الرحمن؟ 57. 57 سنه، هذا الشيء كان عندك من الاول؟ 1957. نعم، هذا الشيء كان عندك من الاول؟ لا، هذا الشيء دابا السبب ديالو. نعم. كنت شريت واحد الدواء، كان عندنا ذاك صراك الزيت وذاك بوجهران ذاك الكبير وذاك الشيء في الدار. ايه مشيت شريت واحد الدواء كيقول لي يدي شي. لا شوف، بلا ما تعطينا الاسم ديال الدواء. نعم استعملتيه واخا؟ واخا واخا، هذاك الدواء ملي شريته سديت انا البيبان وشت راجل ورشيت به، وقالوا لي الا رشيت به خصك تخرج الدار 24 ساعه. وانا رشيت به ونعس ما عارفش. نعم. من اللي هكاك وكاين غير مشيت درت التحاليل، قال لي الطبيب الحساسيه. نعم. قال لي قال لي الحساسيه. نعم. دابا عبد الرحمن دابا كتاخذ شي دواء؟ كتاخذ ادويه دابا؟ ولا لا غير النظام الغذائي حاضر راسك يعني؟ دابا الدواء كنمشي لذاك الطبيب العام، ذاك الطبيب العام كيخرج لي غير ذاك الدواء، كنحكي له كيخرج لي ذاك الدواء ما قضى والو، ولكن دابا هو بنفسه قال لي خصك تمشي للطبيب الخاص، وانا ما كنفهمش الطب الخاص فين، ما كاينش هنا في قلعه الصراغنه ولا في القاويه. أيه. ما كاينش الطب العام تما. نعم، قال لك خاصك تمشي عند طبيب اللي هو مختص في الحساسيه. ولكن انا ما عرفتوش فين كاين، الله يجازيك بخير. واخا واخا سي عبد الرحمن، ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك، شكرا لك الف شكر تواصلتي معنا. اذا هو المشكل العفو عبد الرحمن، يا رب امين، هذا واجب علينا. شكرا لك عبد الرحمن، تواصلتي معنا من قلعه الصراغنه. شكرا. شكرا لك. اذا هي مساله ديال الحساسيه ديال الاكل الدكتور عبد الخالق، انا كنتي تكلمتي في البدايه ديال الحلقه على بعض المحفزات، يعني الناس اللي عندهم عطريه ولا بعض انواع ديال التوابل او لا حتى بعض الخضر او الفواكه، فعبد الرحمن قال تقريبا راه على مشرح راه محروم من كل شيء، يعني مثلا العطريه اللي كتكون حاره اللي تكلم على الهريسه على الابزار، تكلم على الكمون، تكلم على الحامض، على القهوه، على التفاح، على مطيشه ما يقدرش يستعملها حتى في الانواع ديال السلطه ولا ديال الشلاضه، هذا الشيء كله ما يقدرش ياكله، لانه الحاله ديالو يعني كتبداه بالحكه. ربما كنشوفوا الناس اللي كيبان عندهم حتى مساله ديال الانتفاخ، يعني الوجه ديال الانسان كيتغير، الملامح ما كتبقاش باينه نهائيا حتى كتفوتوا ديك الازمه. فشنو النصيحه اللي نقدروا نفيدوا بها عبد الرحمن؟ هي النصيحه اللي نقدر نشيروها للسي عبد الرحمن هو انه فعلا خاصو واحد الاستشاره ديال مختص. نعم، في امراض الحساسيه. يعني امراض الحساسيه، ولكن من الاحسن نعم. يكون كذلك يعني يا اما مختص ولا على الاقل ملمم بالتغذيه لا نوتريسيون، او لا يعني عن بون نوتريسيون كما كيسميوه. ايه. او لا اكثر من ذلك لا كان شي ميكرو نوتريسيونيست. علاش؟ لانه هنايا بالنسبه للحاله ديال عبد الرحمن حاله خاصه اللي كتستدعي واحد لونكيت، واحد البحث، واحد لونكيت، يعني واحد الاستشارات ولا واحد الزيارات اللي كتكون قريبه لبعضياتها، واحد الكارني كنسميوه الكارني نوتريسيونيل
يعني واحد المذكره كيبدا يشير فيها شنو كياكل يوميا جميع المكونات اللي كلاها، وواحد المقابله معها كتكون واحد الاشاره ديال الحالات اللي عانى منها ملي كلا الطبق المعين بحال هكا، باش كنبداو كتبدا واحد البحث باش كنقلبوا على شنو هي فعلا الحويجات اللي عنده منها حساسيه، واش فعلا كاينه، واش عندها علاقه مع بعض الحويجات اللي كيكونوا مثلا مع ديك الاطباق اللي هو ذكر مطيشه، ذكر لي فيك، ذكر البرقوق، ذكر ديال الحامض، ذكر واش فعلا هاد الحويجات هادو اللي ذكر، ولا شي حاجه اخرى اللي كيضيف ليهم مثلا من بين ما نساوش الاهميه ديال الكارنيتور كما ذكرتي، كاينه توابل اللي هي نيت كتقدر مهيج تقدر تكون مهيجه خاصه الا مشينا لواحد المصطلح اللي دابا معروف اللي هو لي زيستامينو ليبيغاتور لي زيستامينو ستيمينو، بمعنى انه كديك كاين بعض الحويجات اللي معروف عليهم لانهم كيزيدوا كيحفزوا الافرازات ديال الاستامين، ولا كاريمو بعض المكونات اللي كيكونوا هما كيفرزوا لنا هذا الاستامين، واللي هي واحد 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 الماده اللي كتلعب واحد الدور كبير في 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 الحساسيه، هي عندها دور مهم في الصحه في الذات ديالنا، في التعامل ديال الذات ديالنا مع جميع يعني في الحالات ديال الالتهاب، وكما كنعرفوا الالتهاب فهو حاله اللي هي محموده، غير بعض المرات فاش كتفوت الحد ديالها اللي كيكون عندها مشاكل. اذا انه كانت واحد البحث للسي عبد الرحمن مزيان انه يزور مختص، وهنا يبدا بواحد المختص في التغذيه اللي هو ربما غادي ياخذ الاستشاره كذلك الى اقتضى الحال ديال مختص في الحساسيه، باش كيمشي واحد لونكيت واحد البحث باش كيبدا يقلبوا على شنو هي الحويجات اللي فعلا كدير ليه واش حاجه ولا جوج ولا ثلاثه، وانا متاكد انه على حسب الحاله ديالو هو غالبا غادي تكون شي حويجات اللي ربما كتكون مضافه لهاد الاطباق اللي هو ذكرهم، واللي بطبيعه الحال في بعض الاحيان كنكتفيو على ان احنا نحيدوهم واحد المده. وكتلاحظ وكنلاحظوا على انه كاين واحد التحسن، واحسن من ذلك الذات ديالنا يعني في الحاله ديال التغذيه الحساسيه ديال التغذيه في بعض الاحيان كان واحد المده معينه من الوقت كنبداو نعاودو ندخلو شويه بشويه هذوك الحويجات اللي الانسان كيعاني كان عندهم منهم حساسيه، كنلاحظوا على ان هذيك الحساسيه ما بقاش. نعم فعلا، وهذا الشيء ما يمكن يكون الا بتحاليل وبمراقبه. دكتور عبد الخالق قرنين كنسمعوا على التحليله ديال الحساسيه ديال 24 ساعه، ديال 48 ساعه، كنسمعوا على التحليله ديال الظهر كذلك، فهذو كلهم كيكونوا مهمين جدا في التشخيص، لانه التشخيص راه هو اول خطوه الا كنا بغينا انه العلاج يكون ناجح. قبل ما غادي ناخذ معنا ام ابتسام من قرسيف، مولود من العيون قال عندهم واحد العاده دكتور عبد الخالق الرمضاني كيديرها هو والزوجه ديالو، بحيث انهم كياخذوا الماء كيغليوه على الفاخر وكيضيفوا الزيوت الاساسيه كل مره واشنو، فقال مثلا من ضمن الزيوت اللي كيستعملوا الخزامه، وقال انه هاد الزيوت راه الزوجه ديالو كتصيبهم على يدها، يعني هي اللي كتقوم بانها داك التقطير ديالهم. نعم فعلا، قال انه الزوجه ديالو اللي كتصيبهم، تكلم على الخزامه، تكلم كذلك على الزيت ديال اتاي او ديال شجره الشاي، وتكلم كذلك على الزيت ديال الحبق، قال هادو بثلاثه الا تخلطوا واش ما كاينش مشكل، بحيث انهم كيديروهم في الماء اللي كيكون مغلي على الفاخر، وكيخليو داك البخار يعني كيستنشقوه لما كيكونوا يعني كيكون الانف مخنوق. فهو سولك فقط على هاد ثلاثه ديال الزيوت، واش ما كاينش منهم تخوف نهائيا، لانه كان ربما قال شي صديق ديالو قال له لانه هاد الزوج ملي كيتخلطوا كيقدروا يرجعوا ماده سامه. هنا من ناحيه هاد الزيوت الاساسيه خاصه لافوندولا التيتري ولا المالالوكا التيرنيفوليا هي شجره الساي، البازيليك لوسيمون بازيليكوم، هادو كاملين زيوت اساسيه اللي هي كما تطرقنا لها في البدايه ديال الحلقه، وطرقنا على انها عندها منافع، ونزيدو نضيفو انها يعني معروف عليها لانها كتقدر تخدم ما بيناتها اون سينيرجي، بمعنى انهم كيتعاونوا في الفعاليه ديالهم اللي كنخلطوهم، بالعكس كنستافدوا ان احنا كنقدروا نقصوا من المقدار ديال الاستعمال ديال كل واحد فيهم. ايه هنا فين كيكون هو كيفاش كنستعملوهم. نعم كما كنعرفوا بطبيعه الحال الزيوت الاساسيه هي زيوت الطياره، ملي كنديروها في واحد الماء كيغلي بواحد الحراره مرتفعه، فهنايا بطبيعه الحال كنقدروا ما نستافدوش بزاف من المنافع ديالها. نعم الزيوت الاساسيه دائما لا ديفيزيون ديالها، ولا ملي كنبغيو نديروها في واحد المنطقه ولا في واحد لابياس، دائما احسن حاجه بطبيعه الحال اللي كنا غنستعملوها مباشره وهنا في هذا الخليط، هذا من الاحسن انه الخليط كامل ما يكونش فيه واحد 12 نقطه حتى 16 نقطه كخليط ديالهم في اليوم.
هنا الطريقه ديال يا اما نستعملوه من طريق مباشره في البشره هنا يعني كبتي مساج غير في واحد المنطقه باش حيت كما ذكرنا بالنسبه للزيوت الاساسيه بحكم المكونات ديالها البشره هي فم كانت ستيمبوش بالنسبه للزيوت ليسونسيال اذا يعني بلا ما يحتاج لذاك الماء اللي كيغليه هذاك الماء من الاحسن انه الا كنا غنستعملوه مثلا الاعشاب مباشره يعني إيه؟ الاعشاب ديال الخزامه الاعشاب ديال ماشي الزيوت الاساسيه نعم بالنسبه للزيوت الاساسيه الطريقه ديال لا ديفيزيون ديالهم كيبغيو ولا باش نوزعوه في واحد يا اما كنديروه في واحد البخاخ فيه الماء بارد عادي وانا بطبيعه الحال قبل من الاستعمال ديالهم كنحركوا بزاف هذاك البخاخ باش كيكون واحد لا ديسبيرسيون بمعنى واش كيتوزع علينا هذاك الزيت الاساسي في هذاك الكميه ديال الماء اللي درنا وهي اللي كنوزعوا في المنطقه اللي حنا بغينا نديروها بهذه الطريقه بطبيعه الحال كتكون الروائح ولكن ما كتكونش ديك الفعاليه اللي حنا كنتسناهم ديك الزيوت الاساسيه خاصه كما كنلاحظوا هنا جوج الاخطاء اخرين الا خلينا هذاك الماء اللي كيغلي في هذاك تحت هذاك فوق هذيك العافيه فبطبيعه الحال هذه ماشي هي الطريقه الصحيه باش كنستافدوا من المنافع ديال الزيوت الاساسيه اولا كاينه هذيك الطريقه اللي هي دابا سيبو يعني كمنظر زوين ديال الشميعه وفوق منها هذاك الطبيسي اللي كيكون فيه زيوت اساسيه سيبو ولكن هذيك ماشي طريقه صحيه اللي باش نديروا الزيوت الاساسيه فهنا بطبيعه الحال في العافيه كتخرب لنا هذيك المكونات ديال الزيوت الاساسيه ما كنستافدوش من المنافع اذا الخلاصه الحراره لا الحراره بالنسبه للزيوت الاساسيه نعم. بارك علي الله ديك الطريقه فاش كيكون التقطار ديالها فهذيك الحراره هي الوحيده اللي كتكون كتستحملها من بعد منا الا درناها في شي حراره اخرى حتى ملي كنبغيو نضيفوها في بعض المستحضرات ككريمات كصابون ولا اي حاجه بغينا نحضروها في الظرف فدائما كنتسناو حتى يبرد هذاك الخليط ديالنا اش كنضيفوه نعم ام ابتسام من خليواش كتسناو غتكون اخر مكالمه معنا من كرسيف مرحبا بك ام ابتسام اهلا وسهلا دايرين الحمد لله مرحبا بك الله يجازيكم بخير بارك الله فيك تفضلي ام ابتسام اختي انا عندي تسميه ايه تسميه من الغبره وقلت لك شي حاجه ما نديرهاش ايوا هاد الشهور المؤخره مسويه كاع السن ايه وانا حتى ردع كنت حامل وانا درت لا دواء لا والو ودابا عاد كنرضع بنتي ما قدرتش ندير شي دواء. اي شحال وصلتي في الرضاعه دابا بنيتها شحال عندها؟ عندها 4 شهور 20 يوم. 4 شهور نعم. نعم. وبغي الدكتور يعطيني شي اعشاب او شي دواء. نعم. واخا ام ابتسام ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك شكرا لك تواصلتي معنا من كرسيف اذا المشكل ديال الحساسيه هي قالت ديال الغبره حدات شنو بالضبط النوع ديال الحساسيه اللي عندها دكتور عبد الخالق قرنداني وقالت على انه هذه المساله اثرت عليها لدرجه انه ولات كتحس باللي الشم ما بقاش عندها كانها فقدت الحاسه ديال الشم ما نساوش على انها ام اللي هي الان في الفتره ديال الرضاعه الطبيعيه لبنتها تقريبا بدات في الشهر ديالها الخامس واش مسموح لام ابتسام مثلا ببعض الانواع ديال الزيوت الاساسيه او لا اعشاب هي كما ذكرنا فالتعامل مع الزيوت الاساسيه من الاحسن ان احنا نحاول نبعدو منه ما امكن في الوقت ديال الرضاعه علاش لانه في الطفل ديالنا فاش كتكون مثلا دوك لي ماتوريتي ديال هذوك الاعضاء ديالو خاصه اعضاء مثلا الكبد كالكلية مثلا اللي باقيين يلا كيلقاو وحتى الدماغ فكما كنعرفوا في الزيوت الاساسيه يعني كاين فيها من ما هو يقدر ياثر لنا على العمل ديال الدماغ مثلا الا كان فيه واحد الكميه كثيره ديال الاسيتون على الوظيفه ديال الكبد الا كان فيه واحد الكميه كبيره ديال الفينول يعني هنايا من الاحسن انها تفادى الاستعمال ديال حتى بالنسبه للاعشاب يعني اللهم الا كانت زياره ديال شي مختص اذا هنا ولكن كتبقى الامكانيه ديال هذيك الطريقه اللي قلنا ديال تنظيف المنطقه اللي هي كتعيش فيها انا بطبيعه الحال هذاك نظريا غتكون دار جميع الاحتياطات اللي منها مثلا حيده الموكيت ولا الزرابي ولا شي حوايج يعني الحوايج ما كاينينش كثار تما كاين يعني كيتم التنظيف وكتكون التهويه ديال المنطقه اللي هي في ديال البيت اللي هي فيها وبالاضافه لذلك هنا كاين الامكانيه ديال انها يعني تاخذ واحد يعني شي انسان اخر ياخذ واحد ساعتين ولا ثلاثه الوقت اللي ما كتكونش هي في ديك المكان ديالها ولا في الغرفه ديالها باش كيدير واحد الخليط ديال الزيوت الاساسيه اللي كنا ذكرناهم المره اللي فاتت اللي هما لوجينيا كاريوفيلوس وراق الوراق داك المعقم ديال الدار بطبيعه الحال لوجينيا كاريوفيلوس عفوا بوطون اللي هو ديال القرنفل
وكذلك السينامون فيروم اللي هما فوي الوراق ديال القرفه، وكذلك سيتروس اورانجيوم اللي هما لي سيتروس يعني شي من الحوامض. وغير باش نقولوا بالنسبه للمستمعين الكرام اللي كانت فاتهم هذا، لانه الوقت داهمنا دكتور عبد الخالق رمضاني، اللي كانت فاتهم هذا الخليط او لا كيفاش كنصايبوا هذا المعقم بالنسبه للغرف وبالنسبه للدار ديالنا، غادي نحتاجوه بزاف في هذا الوقت ولا في هذا الفصل هذا. ما عليكم الا تزوروا موقع لاله مولاتي بوايما، فضغطوا على الصحه والسلامه، وغادي تضغطوا كذلك على صحتنا في مطبخنا، وغادي تلقاو الخلطه بالصوت ديال الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي فيه الكميه بالضبط وفيه حتى الطريقه. مشكور دكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، الف شكر لك. وغدا ان شاء الله غادي يجمعنا موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم من خلال برنامجكم صحه وسلامه. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون، شكرا لسامي عارف اللي كان معي في الاخراج وسميحه استقبال مكالماتكم، وبقيت اوقات طيبه وممتعه. تديوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.